عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم جبت لكم اختبار الفصل الثالث في مادة التاريخ والجغرافيا للسنة الخامسة ابتدائي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد ننزله. والآن نبدأ على بركة الله. النشاط الأول، اختر الجواب الصحيح مما بين الأقواس. دامت الثورة المسلحة 7 سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات ونصف. أدت الثورة إلى استشهاد 1 مليون جزائري، 2 مليون، 1 مليون ونصف. بلغت نسبة الأمية غداة الاستقلال 40%، 60%، 95%. النشاط الثاني، ضع كل تاريخ في مكانه. هجومات الشمال القسنطيني، انطلاق الثورة التحريرية المسلحة، احتفال العالم بنهاية الحرب العالمية، الاستقلال التام للجزائر. 5 جويلية 1962، 8 ماي 1945، 1 نوفمبر 1954، 20 أوت 1955. وحل جغرافيا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خاطئ. تكثر الكثافة السكانية في إقليم البحر الأبيض المتوسط. تقل الكثافة السكانية في الإقليم الصحراوي. تنخفض الكثافة السكانية انخفاضا شديدا في إقليم السهوب. التمرين الثالث، أربط بسهم. الكثافة السكانية نوعان، قلة عدد السكان في الصحراء راجع لي، ارتفاع الكثافة السكانية في الإقليم الشمالي راجع لي، ملائمة المناخ ووفرة السهول الخصبة، صعوبة المناخ وقلة المرافق العمومية، حسابية وحقيقية. روحوا ذكاء عناصر الإجابة. نقرأ ذكاء عناصر الإجابة. دامت الثورة المسلحة 7 سنوات ونصف. أدت الثورة إلى استشهاد 1.5 مليون شهيد. بلغت نسبة الأمية غداة الاستقلال 95%. ضع كل تاريخ في مكانه. هجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955، انطلاق الثورة التحريرية المسلحة 1 نوفمبر 1954، احتفال العالم بنهاية الحرب العالمية 8 ماي 1945، الاستقلال التام للجزائر 5 جويلية 1962. أجب بصحيح أو خطأ. تكثر الكثافة السكانية في إقليم البحر الأبيض المتوسط، صحيح. تقل الكثافة السكانية في الإقليم الصحراوي، صحيح. تنخفض الكثافة السكانية انخفاضا شديدا في إقليم السهوب، خطأ. التمرين الثالث، اربط بسهم. الكثافة السكانية نوعان، حسابية وحقيقية. قلة عدد السكان في الصحراء راجع لصعوبة المناخ وقلة المرافق العمومية. ارتفاع الكثافة السكانية في الإقليم الشمالي راجع لملائمة المناخ ووفرة السهول الخصبة. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.